يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرص الشيطان على أن يبث جنوده وأعظم شيء عنده وأحب جنوده إلى الذي يفرق بين الزوجين. بالتالي أعظم الأعمال وأحبها إلى الله من يسعى لإصلاح ذات البين، وأعظم ذات البين التي الزوجية، العلاقة وراءها الأبناء وراء الأسرة. العمين يقولوا يا بخت من وفق بين راسين بالحلال. أي نعم. فالأمر الآخر يعني أشرتم إلى يعني عشر ذي الحجة وفضلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما من عمل أحب إلى الله، من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيضا يجتمع فيها أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، يجتمع فيها أن أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثم يأتي الشهر الرابع الذي هو رجب. فعشر ذي الحجة لها فضيلتها. الأمر الآخر الأوقاف، يعني قد يقول إنسان يعني لماذا أساهم في بناء استثمار وقفي لهم عقاري أو غيره مكاتبهم، هذه فيها أجر عظيم، وهذا الوعاء الذي هذا هو الوعاء الذي تنطلق منه بقية الأعمال. التبرع فقط للعمل المباشر فيه خير، لكن الوعاء ضروري أيضا. الأمر الآخر أنا أقول للإخوة يا جماعة، كثير من الإخوة وخاصة عندنا الحمد لله في بلادنا اعتادوا الوصية بالثلث ويجعلها بعد الموت. يا أخي وصيتك الآن أخرجها، قصتها على المسلمين. أنت ستوصي بمليون ريال بعد وفاتك بثلاثين سنة أربعين سنة، أخرج كل سنة الآن خمسين ألف. الأمر الآخر وصيتك صدقاتك اجعلها في جمعيات، الجمعيات عندها مجلس إدارة وعندها جمعية عمومية وعندها مراقب مالي ومراقب حسابات داخلي وعندها يعني المجتمع والمستفيدين وعندها أجهزة الدولة الحمد لله التي ترعى هذه الجمعيات حسب تخصصها وتنظر في نشاطها ونجاحها، ويعني وإعلامنا والمتابعين كلهم يسددون ويقومون هذه الجمعيات. هذه نعمة من الله عظيمة، ما تحتاج أن تجعل لك مؤسسة خاصة أو تبني لك بناء خاص وقفا. أعطي هذه الجمعيات كما يقول أعطي القوس بارية. الأمر الآخر يعني نعمة من الله أن وفر لك جمعية تستطيع وأوقاف تستطيع أن تساهم بألف ريال ألفين ريال مليون ريال مليونين ريال. تنوع هذه الجمعيات، عندك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، عندك جمعيات لتعليم القرآن وعلوم مثل المركز الخيري أو غيره، عندك جمعيات لاهتمام بالأسرة والتوعية والتأهيل، عندك جمعيات تهتم بالفقراء والمحتاجين كجمعيات البر. هذا التنوع حقا يعطي فرصة للإنسان وللعمل الذي يحبه. فأنا أدعو إخواني حقيقة للمبادرة اطلاع على مواقع هذه الجمعيات ومشاريعها وأعمالها، ومن ضمن هذه الجمعية المباركة جمعية واعي التوعية والتأهيل الاجتماعي، والمساهمة بما استطاع كل إنسان خاصة في هذه الأيام الفاضلة، وسيجعل الله بركة له في أسرته وأهله لأنه ساهم في إصلاح الأسر.